الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أبويات التعليمية. Welcome in your channel أبويات channel for education. We will talk in this video about coronavirus. Is it a test or just a disease? سوف نتحدث في هذا الفيديو عن فيروس كورونا، هل هو مجرد مرض أو فيروس عادي كغيره من الفيروسات التي انتشرت في الأعوام الماضية أم أنه اختبار من الله؟ البعض يعتقد أن كورونا فيروس هو مرض أو فيروس كغيره من الفيروسات الأخرى مثل الطاعون، الكوليرا، and SARS، ولكن اختلفوا في سبب ومنشأ ظهور هذا الفيروس. هل هو بسبب أكل الخفافيش الذي يحدث في الصين، أم هو نتاج مركز من مراكز الأبحاث؟ هل هو من مركز أبحاث يوهان الصيني، أم من مركز أبحاث الجيش الأمريكي، أم من مركز أبحاث آخر غير معلوم؟ وأن هذا الفيروس انتشر نتيجة أحد عمال هذا المركز أصيب بهذا الفيروس وعندما خرج أصاب الآخرون. هذا إذا علمنا أن هناك آلاف من التجارب التي تسخر بها مراكز الأبحاث حول العالم على هذه الفيروسات وغيرها من الفيروسات الأخرى والأسلحة البيولوجية الفتاكة. Some believe that coronavirus is only a disease or a virus like other viruses that have appeared in previous years such as plague or cholera and SARS. But they differed on the cause and the origin of its appearance. Is it because of eating bats in China or the product of the Chinese Yuhan Research Center or the USA Army Research Center or other centers? The virus has spread by the result of one of the workers of this center by mistake, especially if we know that there are thousands of experiments carried out in research centers around the world on viruses or other deadly biological weapons. Some people think that this virus was made by one of these two powers, China or America, as a kind of economic war between them. As you see from this chart, you can compare between the threat size of UAE and China with other countries during this period. Between 1918 and 2018. You can note that in 1918, USA had the biggest threat size with other countries, but China became the biggest in 2018. So this can explain and clarify the main reason for the trade war between USA and China. نأتي إلى نقطة أخرى متعلقة بفيروس كورونا، وهو تعامل دول العالم مع هذا الفيروس الخطير. لم يختلف تعامل دول العالم سواء الثالث أو الثاني أو الأول مع فيروس كورونا الجديد،
ولكن ما نود التنويه إليه هو من الدول هذه هل قدرت الحجم الخطير لهذا المرض ومن ثم تعاملت معه باحترافية ومهنية عالية وسعت إلى السيطرة أو الحفاظ على مواطنيها من هذا المرض الخطير؟ للدرجة التي دفعت بدولة مثل الصين إلى بناء مستشفى خاصة لهذا أو لهؤلاء المرضى بهذا الفيروس فقط في يومين. هذه الدولة العظيمة الصين استشعرت الخطر الكبير من هذا الفيروس بغض النظر إذا كانت هي المتسببة في هذا الفيروس أو أن هذا الفيروس نشأ من أحد مختبراتها، ولكن لم تعترف هي بذلك ولم تقر أي من المنظمات الدولية ولا حتى منظمات الصحة العالمية لم يقروا أن السبب هو الصين. لذا فننوه للدور العظيم الذي فعلته الصين في بصدد هذا الأمر في بناء مستشفى خاص لهؤلاء المرضى بهذا الفيروس كورونا في يومين فقط. دل على شيء فإنما يدل على مقدار الحكمة العالية والتخطيط الرائع والإدارة المهنية العالية من الحكومة الصينية في مواجهة هذا الفيروس، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما فعلته دول العالم الثاني والثالث في مواجهة هذا الفيروس، حيث لم تستطع هذه الدول توفير الاحتياجات اللازمة من الماسكات أو الجلافزز الأقنعة أو الجلافزز أو حتى الأدوية التي تساعد على التخفيف من هذا المرض أو حتى توفير مستشفيات خاصة لمعالجة هؤلاء المرضى أو للحفاظ على المواطنين الأصحاء من أن يصيبهم الناس الذين أصيبوا بهذا الفيروس. فنجد مثلا في بعض الدول لم تستطع تلبية أو بناء مستشفى خاصة لذلك، والبعض لم يكن عنده الاحتياجات كما قلنا اللازمة من ذلك في حالة من الإهمال وعدم المسؤولية تجاه هؤلاء المرضى وتجاه مواطنين لهم حقوقهم في الحفاظ على أمنهم وسلامتهم. ولكن أيضا ننوه إلى هناك بعض من الدول العالم الثاني والثالث الذين تعاملوا بمهنية عالية مثل الإمارات التي سعت بكل جد واجتهاد في توفير مستشفيات خاصة وفي توفير تحاليل خاصة وأحيانا مجانية، وسعت إلى تمشيط كل المدن في الإمارات وعمل تحاليل لمعظم أو الكثير من الناس الذين يسكنون في الإمارات سواء كانوا مواطنين أو وافدين. ولكن أيضا إلى أن دول العالم الثاني أو الثالث لم يكن بيدها بد فإمكانياتها
لم تكن تسمح بذلك، ولكن ما نقصده هو بعض الدول التي كانت لديها إمكانيات ولكنها لم تسعى بالقدر الكافي إلى توفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على مواطنيها أو للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير. It is not very different. The treatment of the third, second, or first world countries with the new coronavirus. But we would like to mention the estimation of the danger size of this disease well, and then a high-end professional deal with it. That degree, which promoted countries like China to build a private hospital for coronavirus patients in only 2 days. But some countries of second and third countries told their citizens, "Not we have not enough places in hospitals, and take care by yourself at home." The degree to refuse to receive any patients in a state of neglect and lack of responsibility towards a sick person. How to protect yourself and others from spread COVID-19. You can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by taking some simple precautions. Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Maintain at least 1 meter or 3 feet distance between yourself and others. Avoid going into crowded places. Make sure you and the people around you follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Stay home and self-isolate even with minor symptoms. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical attention. But call by telephone in advance if possible and follow the direction of your local health authority. Keep up to date on the latest information from trusted sources such as WHO or your local and national health authorities. Why? Local and national authorities are best placed to advise on what people in your area should be doing to protect themselves. Safe use of alcohol-based hand sanitizers. Keep alcohol-based hand sanitizer out of children's reach. And teach them how to apply the sanitizer and monitor its use. Apply a coin-sized amount of sanitizer on your hands. There is no need to use a large amount. Avoid touching your eyes, mouth, and nose immediately after using an alcohol-based hand sanitizer, as it can cause irritation. Hand sanitizers recommended to protect against COVID-19 are alcohol-based and therefore can be flammable. Don't use before handling fire or cooking.
Under no circumstance drink or let children swallow an alcohol-based hand sanitizer. It can be poisonous. Remember that washing your hands with soap and water is also effective against COVID-19. نأتي إلى الاتجاه الآخر الذي يعتقد أن فيروس كورونا هو اختبار من الله. We reach to the second view, those who think that virus corona is a test from the God. هؤلاء الذين يعتقدون أن فيروس كورونا هو اختبار من الله يعتقدون أنه اختبار لأولئك الذين تمادوا في المعاصي واعتقدوا أن أحدا لن يراهم حتى لو الله اختبار لمن لا يؤدون صلاتهم أو يتكاسلون عن أدائها ولا يبالون بفواتها اختبار لأولئك الذين ذهبوا بعيدا في قتل الأبرياء دون أي حق أو رحمة اختبار لأولئك الذين يعتقدون أنهم القوة العظمى في العالم ويقاتلون ليكونوا هم الأوحد الذين يسيطرون على هذا العالم اختبار لمن يفعل الحرام ولا يبالي بذلك مثل النساء الذين لا يعتدون اللبس المناسب أو الرجال الذين يزنون ويسرقون ويأكلون المال بالباطل أو ينظرون إلى الحرام أو يفعلون غيرها من الأعمال السيئة التي لا ترضي الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا اختبار لمن يأكل أموال اليتامى والفقراء ظلما وعدوانا اختبار لمن لا يعطي ميراث النساء ويحد من أهله لأنه هو المتحكم فيه ونحن نعلم أن لكل فرد سواء رجلا أو أنثى حق إذا مات أبي أو أمي أو أحد من أقاربه ولكن كما هو متفق في القانون ولكن هناك من يمنع الحق عن هؤلاء المستحقين سواء كانوا يمنعون النساء بعض النساء أو كانوا يمنعون رجالا لأنهم ضعفاء أو يتامى أو لا يستطيعون أن يأخذوا حقهم اختبار هؤلاء الذين يقرون ويدافعون عن المثلية وعن غيرها من الأفعال التي لا نقول أنها تتنافى مع المعتقدات الدينية فقط ولكن تتنافى مع الآداب الاجتماعية والذوق العام اختبار لمن لا يراعي الله في معاملته لأهله وزوجته أو أزواجه إن كان متزوجا أكثر من واحدة أو أيضا يعامل أولاده بطريقة سيئة وأيضا اختبار لهؤلاء الذين لا يعاملون آباءهم معاملة حسنة اختبار أيضا لهؤلاء الذين لا يصلون أرحامهم ويقطعونها ولا يكلمونهم أو يزورونهم أو يسألون عنهم اختبار لكل رئيس أو وزير أو مدير أو رئيس أي منطقة أو حتى أي إنسان مسؤول سواء كان دكتور أو مهندس أو محامي أو مدرس أو أي إنسان في مهنته أو في عمله ولا يراعي الله عز وجل ولا يراعي القواعد التي تضبط هذا العمل في الاتجاه الصحيح اختبار لمن لا يحكمون بالعدل بين الناس Virus Corona is a warning test from Allah, a test for those who persisted in sins
and saw that no one would see them. A test for those who did not perform their prayers. A test for those who went too far in killing innocent people without in right or mercy. A test for those who think they are the world's superpowers and fighting to be in control on our world. A test for those who did not communicate with their relatives or honor their parents. A test for those who do what is forbidden and don't care about it, like women who don't wear appropriate clothes and do bad relations, or men who commit adultery, steal, or cheat others. A test for those who advocate for homosexuality. A test for those who treat their wife and children badly. A test for those who don't judge fairly among people. A test for those who do bad deeds and say bad words. A test for anyone in his position, from president, minister, city ruler, doctor, engineer, accountant, any worker, or anyone in a job, and did not do his work well, did not fear Allah, or care not about his money from good or bad way he got it, means tis halal or haram. Nothing can protect a person from harm by 100%. And because what God has written will be. But we can take into account the reasons that we can by protect ourselves from many damages or viruses, such as obedience to God, doing good deeds and good manners. لا شيء يمكن أن يحمي الإنسان من الأذى بنسبة 100%. ولأن ما كتبه الله سيكون. ولكن يمكننا أن نأخذ في الاعتبار الأسباب التي يمكننا من خلالها حماية أنفسنا من العديد من الأضرار، مثل طاعة الله وعمل الخير والتحلي بالأخلاق الحميدة. Now we will listen together to a wonderful song about don't fear from this virus, Corona, COVID-19. Don't fear from anything. And trust in Allah. Trust that anything will happen to you or to anyone will happen by Allah's wills. So, believe in Allah and trust in Allah and don't fear from this virus or any harm will happen. Let's listen to this wonderful song together. ما لأراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا لو كان ذخرك صالحا ما خفته لكن حملت من الذنوب ديونا الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا
سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا. اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون. If you like this video, please don't forget to subscribe, like, share and activate the bell to receive all news videos from me. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.